هلا صارت ليش صح؟ هاي شو صارت؟ لا تاء تم افتتاح مركز ذوي الاحتياجات الخاصة في مدينة جرابلس في مدرسة أحمد سليم الله. المركز قام باستقبال الأطفال من أعمار 6 سنوات وحتى أعمار 12 سنة. نستطيع استيعاب ما يقارب 18 طالبا في هذا المركز. هلا هاي بنحطها هني. ما بس تخوفيني. الحالات يجب أن تكون الجسدية جميعها نحن نقوم باستقبالها، ولكن العقلية متوسطة، لا نستطيع باستقبال جميع الحالات العقلية لعدم توافر مكان يستوعب هذا النوع من الأطفال، يعني خاصة بالنسبة لمرض التوحد كان لدينا صعوبة في استقبال هذا المرض وصعوبة في التعامل مع هذا المرض. أما بقية الحالات فجميعها نستطيع استقبالها مهما كانت. لا أصلا ما فيها يلا حبيبي يلا. الكادر الذي لدينا مؤهل لاستقبال هذا الأمر، واستطعنا أن نندمج مع هؤلاء الأطفال، استطعنا أن نستوعب احتياجاتهم حسب الموجود في داخل المركز من ألعاب ذكاء، من تعليم للقراءة، بدائيات القراءة كالحروف، كسلامة النطق إلى حد ما. والله يعرف ما شاء الله.